السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نورد اكس جيمنج. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة اف دي اس 2023. النهاردة يا جماعة ممكن يبقى اخر فيديو عشان خلاص يوم الاحد هنبدأ الدراسة تاني. فيا جماعة احتمال النهاردة يبقى اخر فيديو، فيا جماعة هبقى اقابلكم يعني في الاجازات وكده. فيا جماعة نختم اخر فيديو، مش اخر فيديو خالص، نختم اخر فيديو في الاجازة دي. نختم اخر فيديو يا جماعة باجمد فيديو تقريبا هيبقى على القناة وباذن الله يا جماعة. بصوا يا جماعة، النهاردة هنلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي ضد شباب بلوزداد. فيا جماعة طبعا اعالج اللعيبة، اوكي اعالج كل الناس، اخليهم افضل حالاتهم. اوكي اكرم توفيق وإيديو ديانج، عمر السولية كويس، وإمام عاشور كويس، اوكي حسين الشحات ناقص شوية بس هعالجه برضو على أعلى مستوى كلهم يا جماعة، عشان النهاردة هيبقى ماتش جامد بإذن الله. ويا جماعة النهائي بالخصوص يعني هيبقى بيني بين الأهلي وشباب بلوزداد. وعايز أقول لكم يا جماعة إزاي صعدت في الأول خالص، كان إيه، كنت أنا في المجموعة دي وطلعت النجم الساحلي التونسي وخليته في المركز الاخير، وكان طبعا في مجموعات تانية، كان بيراميدز داخل وكان بيراميدز والرجاء مع بعض والزمالك، وبيراميدز والزمالك طلعوا اوكي. فطلع اللي هي الفرق اللي في دوري ابطال افريقيا اوكي، وقعدنا نلعب بقى دور 16 والربع النهائي لحد ما وصلنا للنص النهائي. هزمت صن داونز الحمد لله، وشباب بلوزداد هزمت الترجي التونسي، فبقى الاهلي وشباب بلوزداد في النهائي. فيا جماعه دي قصه صعودي وقصه صعود الخصم كمان. ويا جماعه النهارده هنلعب، ثانيه واحده هوريكم المجموعه اللي كان فيها الخصم. اوكي بلوزداد فين؟ اوكي ثانيه بلوزداد، اوكي بالوزداد هوريه لكم يا جماعه اهو، كان مع مازيمبي والنادي الصفاقسي التونسي التلاتة مع بعض. اوكي هو طبعا شباب بالوزداد صعد من دور المجموعات وبعدين صعد من دور 16 ونص من الربع النهائي للنص النهائي، وصعد من نص النهائي للنهائي قدام الاهلي. فيا جماعه يلا بينا نبدا الماتش، بإذن الله هيبقى ماتش كويس وبإذن الله هيبقى نهائي محترم كده. فيلا بينا ليتس جو. اوكي نعمل احنا اللبس كده. اوكي لا اوكي يا جماعه، ايه رايكم نلبس اسود؟ نلبس اسود ويلا بينا يا جماعه ليتس جو على الكاس. اوكي 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 اوكي، كاس نهائي دوري ابطال افريقيا هو يا جماعه قدامنا. اوكي بإذن الله يا جماعه، بإذن الله نحقق فوز. اوكي اوكي يلا بينا و ليتس جو. وبدأنا الماتش يا جماعه اهو. اوكي وادي هنا هجمه عند مودست، لكن لاعب شباب الوزداد هيقطعها. وعلى فكره يا جماعه النهائيات بتبقى في اللعبه بتبقى الصعوبه بتزيد. اوكي وادي هنا هجمه خطيره عند بالوزداد، بالوزداد اوكي ضيع كوره خطيره جدا جدا. لسه يا جماعه بنقول يا هادي، لسه بنقول يا هادي، لقينا الهجمة. اوكي لا 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 اوكي اوكي هيجيبوا هدف يا جماعة، هيجيبوا هدف. لا لا اوكي الشناوي يتصدى، الشناوي يتصدى، طفش عبد المنعم، عبد المنعم عمل خطأ كبير. اوكي الشناوي، الشناوي صحح الاخطاء يا جماعة. بالوزداد ضاغط ضاغط جامد في الدقائق الاولانية يا جماعة، نحاول نفك الضغط ده ونسجل هدف. اوكي تاكلينج جامد جدا، اوكي وتاكلينج صحيح. ودينا رضا، رضا سليم لكن دفع وفي ركلة حرة مباشرة. اوكي مودست يشوط لكن تخبط في الحائط البشري. اوكي اكرم توفيق، اكرم توفيق يلا اوكي، لكن يطفشوها شباب بالوزداد. اوكي اوكي يلا نحذفها هنا كده. اوكي وادي هنا لمودست الامام، اوكي لكن برضو الدفاع. اوكي يا جماعه امام عاشور،
يلا يلا، ده النهائي. اوكي، عايزين يا جماعة نحقق نتيجة كويسة في النهائي. اوكي، يلا. اوكي، هذه هنا هجمة عند بالوزداد، لكن علي معلول 10/10. اوكي، رضا سليم لموتست يرقص، لكن ما ينفع. اوكي، عدى بالكورة، عدى بالكورة، لكن الحارس رضا سليم، وتسديدة، تسديدة يا جماعة. الجول معرفش يسيطر على الكورة، فارتدت لقدم رضا سليم، وهو والشبكة بس، هو والشبكة بس يا جماعة، ويسجل الهدف الأول رضا سليم. اوكي، رضا سليم الهدف الأول يا جماعة، رضا سليم. اوكي، وعايز اقول لكم حاجة يا جماعة، على فكرة مودست هو هداف البطولة، لو لاحظتوا كده تقريبا جبتها، مودست هو هداف البطولة يا جماعة. اوكي، ورضا سليم تقريبا هو تاني هداف البطولة. اوكي، وهنا معلول للشحات لمودست، مودست حلو الترقيص، مودست وتسديدة، لكن الحارس قصدي المدافع، المدافع يا جماعة يمنع مودست من التسديدة. اوكي يا جماعة، طبعا عمر الشوط الأول بس 3 دقايق، فجماعة المفروض في الفيديو ده نقعد 6 دقايق، بس المقدمة خدت وقت. وده هنا انفراد، 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 والهدف، والهدف التعادل لشباب بالوزداد، شباب بالوزداد يأتي بالهدف التعادل يا جماعة. اوكي، انفراد، وهو يا جماعة جول، جول يعني جول، قرب من الشناوي جامد، بس ايه الشناوي ما طلعش يمسكها، معرفش ايه. اوكي، كان ممكن الشناوي ياخد فاول او حاجة. اوكي، فهنا الهدف التعادل. اوكي، رضا سليم تسديدة، لكن الحارس تسديدة خطيرة جدا على فكرة، لكن الحارس يتصدى. ودي هنا عمرو السولية. اوكي، الشحات، الشحات، لكن اوكي اكرم توفيق وتسديدة، لكن فوق، فوق يا اكرم توفيق. اوكي، تقريبا خبطت في العارضة، تقريبا خبطت يا جماعة على ما اظن يعني. اوكي، لا ما خبطتش، هي راحت فوق وعالية. اوكي، ودي هنا عبد المنعم بيحاول يضغط هو ورضا. اوكي، ويلا يا عبد المنعم، يلا يا عبد المنعم. اوكي، ثانية واحدة يا جماعة، هعمل حاجة بس، ويلا بينا يا جماعة نكمل الماتش. اوكي، ودي هنا هيعرض، هيعرض، لكن امام عاشور 10/10 يا جماعة، امام عاشور يتدخل في الوقت المناسب. مودست يسلم عند رضا، لكن اسيست وحش جدا يا مودست، اسيست وحش جدا يا مودست. اوكي، ادي هنا عمرو السولية، عمرو السولية المودست. اوكي، مودست، مودست، لكن يا جماعة العارضة تعاند مودست، هو اصلا مودست شاطها في العارضة، مودست يا جماعة يسدد تسديدة، لكن في العارضة، لكن في العارضة يا جماعة. اوكي، لو كان ممكن يبقى فيها لفة كده يا جماعة، كانت ممكن دخلت في الشباك. اوكي، ودي هنا هجمة عند بالوزداد، وخلاص في الدقائق الأخيرة، في الثواني الأخيرة للشوط الأول، مودست، مودست لرضا، رضا سليم، لكن الضغط، رضا سليم مضغوط عليه 2، لكن ياخدها. اوكي، مودست، مودست سدد، اوه، والجول التاني، الهدف التاني للأهلي عن طريق مودست يا جماعة، أنطوني مودست يسجل الهدف التاني. اوكي، تخيلوا يا جماعة يبقى النهائي بإذن الله في بطولة دوري أبطال أفريقيا الجديدة، يبقى فيها نهائي بين الأهلي وشباب بالوزداد، ومودست يسجل الهدف التاني يا جماعة في المباراة. اوكي، حلو يا مودست يا جماعة، مودست يا جماعة يسجل أول هدف أفريقي للأهلي. اوكي يا جماعة، رضا سليم كان مسجل قبل كده في سيمبا، ودي هنا هجمة عند خطيرة عند رضا، رضا تسديدة، لكن يا جماعة بره. اوكي، كنت عايز يا جماعة اجيب جول كده من بعيد نتفاجئ بيه كلنا. اوكي، ودي هنا كريم فؤاد، لكن المهاجم يقطع من كريم فؤاد. اوكي، هجمة عند شباب بالوزداد، شباب بالوزداد، شباب بالوزداد، هيعمل ايه، هيعمل ايه اللاعب؟ اوكي، ثبت على الكورة وسدد، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جماعه، هدف رائع من شباب بالوزداد، وهدف التعادل، ثابت على الكوره، ما كنتش متوقع الحركه دي خالص. اوكي يا جماعه، ده تقريبا، لا، دخل جوه الدايره وسدد. اوكي يا جماعه، هو هدف بصراحه رائع جدا جدا، ثابت على الكوره، ثابت على الكوره، بعدين سدد، بوم،
بس يا جماعة برضو الأهلي مش هيخسر، بقول لكم الصعوبة بتزيد في النهائيات. أوكي كده يا جماعة، عايزين ننزل لعيبة كده. ودي هنا حسين، حسين لرضا، تسديدة من بعيد، لكن فين يا رضا؟ فين يا رضا؟ دي فوق، دي فوق خالص في المدرجات. أوكي كده يا جماعة، لو فضلنا كده هيبقى في اكسترا، ولو فضلنا كده في الاكسترا برضه هيبقى في ركلات جزاء. ودي هنا رضا، رضا، رضا يثبت. اوكي كان عايز يعمل الركوع. اوكي رضا سليم، رضا يسدد، لكن الحارس يتصدى، حارس الشباب بالوجدان يتصدى. ودي هنا عمرو السولية، عمرو وحسين والرأسية، لكن المدافع كريم فؤاد، تسديدة، تسديدة يا جماعة، كريم فؤاد ما استناش على طول ويسجل الهدف الثالث. كريم فؤاد الأهلي مصمم على تقدمه. اوكي اصلا كان قدامه غير المدافعين، بس الحارس، الحارس دخل الجول في نفسه. اوكي تسديدة قوية جدا جدا. اوكي كان فاضل له سنة ويخرج بره التسعين يا جماعة، يخرج بره التمنتاشر ويبقى يسجل من بره التمنتاشر او من بره التسعين. هدف جميل، هدف جميل جدا. اوكي الاهلي مصمم على التقدم. اوكي يا جماعة برضو الجزائريين بيعرفوا يلعبوا لعب كويس. اوكي هل هنا هيتعادلوا ولا ايه؟ اوكي ممكن يباصي، ممكن، لكن الشناوي، الشناوي اوكي يتصدى. ودي هنا كان هيعمل خطأ الشناوي، وعمله بالفعل، عمله بالفعل الشناوي، عمل خطأ كبير. اوكي اوكي يا جماعة، اوكي لا 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 لا، الباصات يا جماعة فيها غلطات، الباصات بنعملها غلط. اوكي اوكي اضغطوا، اضغطوا، اضغطوا عشان ما يجيش جول، لكن اوكي تقطع من عبد المنعم يا جماعة، ضاغطين في الدقائق الأخيرة. الشناوي يا جماعة الخطأ ده خطأ فادح جدا جدا يا جماعة، هنزل الشناوي، هنزل بداله مصطفى شوبير. الشناوي يا جماعة مش مأفضل حالاته، كنت قصدي أحطها لعبد المنعم، لكن جت في رجل المهاجم، ويا جماعة طبعا خطأ من الشناوي. فيا جماعة يبقى 3-3، 3-3، يا له من نهائي، يا له من نهائي يا جماعة، هدف واحد يحسم. اوكي اوكي يا جماعة حسين الشحات عايزين ننزل بداله حد كده، ننزل بداله مثلا كهربا، ننزل بدل حسين الشحات كهربا. اوكي مع ان كهربا راس حربة، بس بيبقى برضو في الرايت وينج والليفت وينج بيبقى كويس. اوكي وكهربا ينزل يا جماعة بدل حسين الشحات في بيرسي تاو، لكن مش عايز انزله صراحة. ودي هنا اول ظهور لكهربا، اهو كهربا، كهربا لكن تقطع من كهربا، كهربا تاني، كهربا، كهربا، كهربا يعدي، تسديده لكن الحارس، الحارس يلا امام. اوكي لا لا كهربا، ازاي دي، ازاي دي يا راجل، ازاي دي تضيع؟ ده انت كنت والحارس بس، كهربا والحارس بس. وامام عاشور عمل اسيست كويس بصراحه، امام عاشور عمل اسيست دوا. اوكي لكن كهربا يضيع، كهربا يضيع يا جماعة، هدف كان مؤكد. اوكي اوكي ادي هنا عمرو السولية، السولية، السولية لمودست، تسديدة لكن الحارس، الحارس. اوكي مودست ولا الحارس؟ لكن الحارس، الحارس يا جماعة. خلاص دخلنا في الدقيقة 80، الدقيقة 80 يا جماعة، يعني خلاص هيبقى اخر ثواني من المباراة. اوكي حد فينا يحسم، حد فينا يحسم. وده هنا كهربا، كهربا وفاول، فاول وطاقة صفراء للاعب شباب الوزداد. هو يا جماعة كان بصراحة فيها طرد، اوكي انا عن نفسي فيها طرد. اوكي وده هنا كهربا، كهربا يا ده كهربا بتسدد فين يا كهربا؟ اوكي كهربا يسدد بعيد يا جماعة، هدف واحد يحسم. اوكي ولو ما فيش حد سجل هيبقى في اكسترا تايم. اوكي اوكي الله عدي منه كهربا، برافو. اوكي في فاول، في فاول، يلا يلا كهربا عملها بالراس، عملها بالراس لكن ما ظبطتش، ما ظبطتش يا جماعة. اوكي يلا 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 هدف، خلاص عايزين هدف واحد، عايزين هدف واحد بس. اوكي مودست، مودست مين هيحسن يا جماعة؟ بإذن الله في حد. اوكي رضا سليم، رضا سليم، رضا سليم، رضا سليم، لكن رضا سليم تعب. اوكي رضا سليم يخطف الكورة، اوه تسديدة خطيرة، تسديدة خطيرة. اوكي يلا يا كهربا، يلا يا كهربا، كهربا لكن تسديدة في المدافعين. اوكي يلا يلا رضا،
رضا سليم. رضا سليم يا جماعة حسم النهائي. رضا سليم حسم النهائي يا جماعة، والنهائي رسميا للأهلي. الأهلي يا جماعة ياخد نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويا جماعة التسديدة ما كمل، الحارس راح بس برضو هدف، هدف يعني هدف يا جماعة، ورضا سليم يسجل الهدف الأخير. أوكي خلاص يا جماعة هلعبوا ركلة البداية وهيبقى هنرفع الكاس. أوكي خلاص خلاص يا حكم، صفر صفر خلاص. أوكي يا جماعة، هو لسه في وقت طبعا، وقت بدل ضايع، لكن المباراة تنتهي والأهلي رسميا بطل إفريقيا. أوكي الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا وهيرفعوا الكاس دلوقتي يا جماعة، والتشامبيونز الليج هما الأهلي. أوكي يا جماعة الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا يا جماعة، بس بصراحة كان نهائي جامد، نهائي جامد. 4-3، شباب الوسدات يتقدم، شباب الوسدات يتعادل، الأهلي يتقدم، الأهلي يتعادل، وفي الثواني الأخيرة الأهلي يأتي بهدف الفوز. طبعا يا جماعة وقفنا لحد هنا، مش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.